سعيدة جدا باستقبال سي محمد عادل الهنتيتي خبير دولي في البيئة والتنمية المستديمة. سي محمد عادل مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا. مساء الخير، نحوالك؟ لاباس الحمد لله، شكرا للاستضافة. شكرا على قبول دعوتنا سي محمد عادل. 2020 في مثل هذا اليوم الثلوج تنزل في الشمال الغربي، أثناء درجات الحرارة مرتفعة وقياسية، صار علينا في تونس الشيء ذا قبل ولا ما صارش؟ أولا هو حالة أول مرة تعيشها تونس الوضع في شهر ديسمبر. درجات الحرارة على مدة 4 أو 5 أيام متتالية تفوت 25 درجة، لأن المعتاد هو أن شهر ديسمبر يكون الحرارة الدنيا الحرارة الدنيا في الليل معناتها بين 6-7 درجات، وفي النهار في منتصف النهار خارج الشمس توصل حتى 19 درجة. احنا سنة الحاجة اللي هي تسمى جديدة غير مسبوقة هي أنه عندك 4-5 أيام على بعضهم الحرارة في النهار توصل حتى 26-27 درجة، وهذا الحاجة جديدة. احنا واحنا في الليالي توا مع تصعيد، خلنا فترة الليالي نهار الاثنين في الليالي هكا، علاش احنا دي الساعات في المعتاد تجينا في شهر ديسمبر نهار ونهارين هكا مختلفين مش قرب لبعضهم توصل درجة أكثر من 25 درجة، أما جمعة كاملة أكثر من 24-25 درجة. هو حادث الجديد، وهذا هو التأثير متاع التغيرات المناخية. من بين عناصر التأثير هو هذا الدلالة هذه، وأن أنك المناخ يسخن في أوقات هو حق يكون بارد. وهذا احنا الغريب فيه هو ان احنا عندنا سخنة لان عندنا منطقة ضغط مرتفع هيمنة على شمال على بحر المتوسط في شمال افريقيا تونس وتباتو. هذه كانت قبل موجودة توقع في شهر ديسمبر، هذه منطقة الضغط المرتفع اللي هي تجي من المنطقة المدارية تتحول شيئا فشيئا نحو الشمال الى المنطقه المتوسطيه، لكن الفعاليه بتاعها مش قويه ياسر، تخلي تسربات الكتل الهوائيه البارده من الشمال واوروبا تعطي بعض الامطار 40-45 درجه معدل في شهر ديسمبر، معدل الامطار 40-25 درجه مده 7-8 ايام، لكن السنه حتنطر ما تمش على شيحة شمالا وشيحة، قلت لك في الشمال في الوسط في الجنوب، على تحزن الوضعية متاع البلاد وسخنة متواصلة حسن وأيضا الجفاف، هذا هو المشكل. والمشكلة حسب التوقعات على المدى القريب والمتوسط حتى نهاية شهر ديسمبر وبداية شهر جانفي فماش أمطار، ما سمش أمطار لأن الكتلة نتاع الضغط المرتفع قوية جدا، ما تخليش التسرب يوصل نتاع الكتل الهوائية الباردة من الشمال ما توصلش. وهذه على تونس فقط ولا على كل المغرب العربي الوضع هذايا سي محمد؟ على كامل المنطقة المتوسطية، تسجل خريطة المنطقة المتوسطية مثلا شمال جنوب فرنسا مارسيليا وجنوب إيطاليا وكل شيء كيف نحن، لكن في الشمال في باريس وما فوق باريس تتغير ثلوج وبرد عمر ما صار. وكيفاش انه في الولايات المتحده الامريكيه الجهه الشرقيه من الولايات الامريكيه الحراره توصل حتى الا 50-56 درجه، ولا شفت في كندا الا 45 والا فلا ما بقاش قبل هذا يسموهم في الاحداث المناخيه القليله جدا اللي تحدثت مره في 1100 سنه يسموها هي القنبله نتاع الضغط، معناتها حادث كبير جدا ما يوقعش ديما الا قليل جدا. احنا توا قوى في الولايات المتحده الامريكيه بصفه كبيره، امريكا الشماليه بصفه كبيره جدا، وان شاء الله ما يتنقلش لينا احنا ان شاء الله اللي بعد علينا شويه هذه لانه خطير جدا. شنو هو الخطير جدا؟ تدني درجه الحراره، موجه الثلوج، الدنيا بارده ياسر. بارده ياسر لان هو عندك تدني الضغط في المنطقه في الولايات المتحده الامريكيه الضغط ينخفض في 24 ساعه من 1 إلى 10 ينخفض في 24 ساعة، العدد ينخفض يقعد أسبوع 10 أيام في 24 ساعة، في نفس الوقت ينخفض درجة الحرارة إلى أقل من 50 درجة. هيك خلى الشيء غير محسوب، حتى الاحتياطات نتاع البشر باش يتصدوا ما عندهمش احتياطات، ما مش مسلحين ضد هذايا لانه حاجه جديده ما يعرفوهاش. هذا المشكل الوحيد هي التغيرات المناخيه. معناتها نجموا نمشيو للاكستريم في الباقي نتاع الشتاء، معناتها سي محمد عادل معناتها نجموا نشهدوا درجات حراره متدنيه جدا. نحضروا روحنا
بسيكولوجيا الى الشيء هذايا، حتى ان شاء الله احنا ما جيناش لكن نحضروا نفسنا هذايا، بشرط اذا كان يجينا مع شويه كما قلت انت منذ سنتين في الوقت هذا عندنا ثلوج واحنا مشينا نزلنا الثلوج هذينا صغارنا وحوسنا بين في ثلوج منطقه مثلجه تونس كل في الشمال، لكن السناء بعد عامين احنا تو حراره توصل 25 27 درجه وهو شيء غير منطقي. انا الحاجه الشيء الغير منطقي تشوف في ناس تعمل في العومه نتاع ديسمبر سي محمد عادل. لا انت ناس تعوم في البحر في شهر ديسمبر. لا يقول لك نعملوا الغطسه نتاع ديسمبر ليمت هذيا خاطر الحراره مرتفعه. فوالا هذا هو الحراره. ربي يبدل الاحوال، ربي يبدل الاحوال وربي ان شاء الله. وهذا كله كان هذا كل نتيجه الانحباس الحراري اللي صاير في العالم. كنت تعمل انحباس حراري، هذا هو احترار الارض، وهذا هو بيدو حقيقه احترار الارض، هذا هو احترار الارض. الدرجه الغلاف الجوي نتاع الارض في حراره اكثر من اللازم، اكثر من المعتاد، ما نقولش اكثر من المعتاد، وهذا هو اللي خلاه العناصر المناخيه تتغير، سواء كان توزيع مناطق الضغط المرتفع الضغط المنخفض ما بقاش نفس الشيء كما قبل، توزيع الكتل الهوائيه توسط، وإحنا ثم في شمال فرنسا بارد الدنيا، في جنوب فرنسا دنيا شمس. هذا ينجم يأثر على الحياة على كوكب الأرض بالنسبة للحيوانات النباتات للإنسان ولا يأثر على الزراعة، يأثر على كل عناصر حياة البشر. الأمطار والحرارة هي اللي تعطيك معناتها الإنسان يعيش معها. إذا كانوا متغيروا هو هي أشرس ليهم كل شيء يتغير، حتى إنتاج الزراعة في الأرض يتقلبها. نعرف إحنا عندنا أنواع من الثمار مثلا كما الخوخ مثلا، إذا كان ما ياخذش 200 ساعة في العام في الشتاء الدرجة حرارة أقل من 3 درجات في شيء القاسي وكذا ما يجيبش، ما ينتجش إنتاج طيب جدا، ما يجيش الإنتاج باهي معناتها فوالا. معناتها كان ليش أثر إحنا تونس ما يعرفوش هذا، إحنا نقولوا نغتنم الفرصة هذه نقول لهم راهو البرد لازم منه باش بعض الثمار تجي، السخنة في بعض الأوقات لازم منها باش يجي الثمار تجي، لكن إذا كان الشيء كله يتغير تولي يجيك سخنة في الشتاء ويجيك البرد في الصيف، هذا ما يصيرش، هذا هو الواقع في التغيرات المناخية. واضح، شكرا جزيلا سي محمد عادل الهنتيتي الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستديمة، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها.